أصغر الصحابة الذين التفوا حول النبي حين هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. شهد بيعة العقبة مع السبعين ولم يتجاوز 15. كان شابا فتيا يافعا وسيما من شباب الأنصار، وقيل أحسنهم أخلاقا وأسمحهم كفا. لزم الصحابي الجليل مصعب بن عمير الذي أرسله النبي إلى يثرب يدعو أهلها إلى الإسلام، يتعلم منه مبادئ الدين وقيمه وتعاليمه. وبعد هجرة النبي إلى المدينة صار معاذ لا يكاد يفارقه، ينهل من علمه وخلقه ويحفظ عنه القرآن ويتلقى أحكام الإسلام، حتى صار على حداثة سنه أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه، وواحدا من الستة الذين حفظوا القرآن على عهد النبي. أثنى النبي على حرص معاذ على طلب العلم والتفقه في الدين، حتى قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. استقرئ القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. تعلقت نفس معاذ برسول الله وبادله صلى الله عليه وسلم المودة. أخذ رسول الله يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما فتح النبي مكة ولى عليها عتاب بن أسيد، وترك معه معاذ بن جبل ليفقه أهلها ويعلمهم أمور دينهم. ثم بعثه إلى اليمن ليعلم أهلها القرآن وشرائع الإسلام، وقد خرج الرسول ليودعه، وكان عليه الصلاة والسلام يسير على قدميه ومعاذ راكب على راحلته، وأخذ يحدثه ويوصيه حتى قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وقبري. وذكر أن معاذا تأثر بكلام النبي حتى بكى بكاء شديدا. وحين عاد إلى المدينة كان نبي الرحمة قد انتقل إلى جوار ربه. بعثه عمر بن الخطاب سفيرا للإسلام إلى بلاد الشام بعد فتحها، فالتف حوله أهلها يعلمهم الإسلام، فتعلقت به نفوسهم وحظي باحترامهم وتقديرهم. وهناك لبث رضي الله عنه حتى أصيب بوباء الطاعون الذي تفشى في الشام، ومات سنة 18 من الهجرة.